اختلفت السلع المعروضة إلا أنها تشترك في أنها منتوجات محلية يحاول أصحابها الترويج لها من خلال عرضها بأسعار تنافسية بعيداً عن المضاربة التي كثيراً ما تثقل كاهل المواطن. لا مارج اللي تكون بين الجروسيست والروفوندر بتخرج باش تلحق الكونسوماتور، حنا نديرو اون فونت ديريكت. دونك كيما هذه باغ اكزومبل دير في عندنا للكيلو 95000، برا دير 140 حتى 130000. حنا راهو برسك دي دوزين انا نبيع، انا دايرين بينيفيس صغير برك وتاكلين على ربي ان شاء الله. كيما الحليب راهو 8500، البنه في 1005. 60000 إلي جوست بور لو كليون ولا بور لو فورنيسور، إلي جوست جوست. تسمى إلي ليميت. كون يهبط شوية يبدأ يظل كما يقولون الكوميرسون. معارض من شأنها الترويج للمنتوج المحلي وكذا توفير السلع الأساسية التي يكثر عليها الطلب، خاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل. كاين حوايج هنا اللي جابوهم شوية ناقصة شوية، ماهوش ما ناقصة، خير من برا. هذو كانوا يجيبوا الخضرة، كانوا يجيبوا، قال لك يجيبوا اللحم هنا، هما ما شفنا والو ساعة. والخضر خطرش لاباز نتاع هذه سي سيكوندار، اللي جابوه ماشي سيكوندار. الاهميه تاع لي زونتربري تاع لي فوار هادو اللي عند اون انتربريز سي كو راح سي جور دو ماركتينغ، سي جور دو بوبليسيتي باش تعرفوا على البرودوي هذا تاعك. كي تجي لهنايا باسكو يا دو موند هنايا اللي يجي مختلف الفئات. البيع من المنتج الى المستهلك فرصه لقطع الطريق امام المضاربين، إلا أن العملية تستدعي تعميمها عبر كامل التراب الوطني وخلال أيام السنة لتوسيع الاستفادة منها.